مكتب الإعلامي لمدينة دوما. هذه هدايا بشار الأسد للمدينة. هذه الأبنية لم تقصف مرة واحدة فقط، وها هي على وشك الهبوط. وهذه أصوات القصف على المدينة. ألم يشبع حقد بشار الأسد من دماء السوريين؟ هل من مجيب لصرخات السوريين وندائهم واستغاثاتهم؟ أين الدعم الذي تكلم عنه الدول الأوروبية والدول الغربية؟ انظروا إلى هذا الدمار. هنا كانت عشرات المدنيين يعيشون هنا، ولا يزال القصف مستمرا على المدينة.